السلام عليكم يا شباب، أهلا وسهلا فيكم. شو أخباركم؟ إن شاء الله بخير. طيبين؟ كيفكم؟ إن شاء الله بخير. طبعا بنكمل سلسلة الطور المهني. أنا أخذت اللاعب اللي هو محمد صلاح، وسوفر فزنا بمباراتين وديتين، وهلأ حنلعب المباراة الثالثة مثل ما تركناكم في المقطع الماضي مع اف سي بورتو. أول شيء يا شباب، قبل ما بلش بالمقطع، لا تنسوا الاشتراك لو مو مشتركين بالقناة، والإعجاب لو عجبكم المقطع، وطبعا لا تنسوا تتابعوني على تويتر وشوفوا كل السوشيال ميديا وتويتش عشان لما اسوي بث مباشر. ان شاء الله قريبا مثل ما خبرتكم راح اسوي جيف اويز على كود او اكواد لفيفا 21 وعن طريق التويتر، وان شاء الله تستمتعوا بهذا المقطع ومنبلش معكم. طبعا انتوا شفتوا المقطع الماضي كيف لعبنا مباريتين. في عندي اشعارين، خلينا نشوف شو الاشعارات. للنادي والوطن، إلى مهمد، أعلم أنك تركز على مهنة ليفربول في وقت الحالي، ولكن لن أكون وكيل أعمال جيد إذا لم أذكرك بأن إذا كنت تريد أن تصبح لاعب أفضل أسطورة حقيقية في يوم من الأيام، أنت على أن يتم طلبك من النادي الوطني لمصر. أنت تأكيد تحت إنذار المدير الفني للفريق الوطني وأن ستغير عن أدائك، لذلك من المهم جدا أن تبذل أقصى جهودك في ناديك الحالي. تحيات. أخي أنت بس شاطر. أنت صدق يا صديقي، اسم اللاعب محمد، كتف مصاب بكدمة مردود، مدة الإصابة 5 أيام، حظا سعيدا في الشفاء. هذه كان يوم 8/7. توقعات الدوري هي طبعا الرسالة الأولى اللي وصلت. أمل كبير عليك في هذا الموسم. أوكي، نحن 8/7 اليوم. هذه المباراة إمتى؟ المباراة حتكون 8/9/10/11/12، ولسه في يوم ممكن ما أدخله يعني ولا شو. وفي عندي تطوير اللاعب طبعا، في عليها لوك ما بعرف ليه، بس ممكن اقدر اسوي له تطوير. رساله من المدرب، وساكون على موقع الاحتياط في المباراه القادمه. اوكي، معلش لاني مصاب. هدلون النقاط اللي عندنا في المجموعه. نحن اول شيء متصدرين المجموعه والحمد لله، الف الحمد لله. هاي طبعا تبعيت صلاح. ليتس جو نلعب المباراه الثانيه. اكيد صلاح مثل ما قلت لكم ما حيكون موجود في هذه المباراه. هاي التشكيله. ما بعرف تخصيص، بنقدر نحن نغير ولا هي كله الحل المدير هو اللي بيغير. اختر جانب اعدادات لعبة تاعكم. ما فينا نو بروبلم. محاكاة سريعة ليه؟ لأنه صلاح مش موجود مثلا. 3-0. حلوين تقدم. ممكن لانه محمد صلاح مو موجود، هو هذا الكاركتر تبعنا، وكان على دكة الاحتياط عشان الاصابة اللي كان هو فيها. المهم 3-0 حلوين. خلينا نروح الميعاد النهائي 31 اوغست. اوكي، ليفربول مع جوان. محمد صلاح اكيد حيلعب. راح اتحكم بالفريق كله عشان ما يكون في ملل بالفريق. ليتس جو. طبعا مهنة المدير بس بقدر افوت اغير اللاعبين والخطط. ايوه بيبقى عندنا واحدة. خذ الكرة يا ابو الشباب. ليتس جو ليتس جو ليتس جو. مرحبا بكم متابعينا مشاهدينا في كل مكان من ملعب المباراة، واكد لحضراتكم بأن الأجواء رائعة، أجواء مثالية لمباراة كرة القدم. طبعا ومعكم محدثكم فارس عوض، نرافقكم من كابينة التعليق، واليوم لدينا مباراة نصف نهائي هذه البطولة التحضيرية. نتمنى أن تكون مباراة مثيرة كما هي العادة مع نهاية دور المجموعات، وتبقت 4 فرق لتصبح الأمور أكثر إثارة هنا في هذه الدورة التحضيرية. يا سلام يا سلام، نصف النهائي نحن قربنا، أصبحت شيقة الآن، الكل يتطلع لخوض النهائي من أجل تجهيز فريقي بأفضل صورة للموسم. كأس الأبطال. جماهير الريدز، جماهير نادي ليفربول، تملك وفاء بصراحة غير عادي لناديها. تأتي دائما إلى ملعب الأنفيلد وتجد هذا الملعب ممتلئ، ويسيرون خلف الفريق أينما ذهب، لأن شعارهم يبقى دائما لن تسير وحدك أبدا، لن يتركوه مهما حدث.
سيدريك باكامبو قراها بشكل سليم، يقطع الكرة بدون مشاكل. صلاح وكرة خطيرة. كمل 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 يا صلاح. يجب بأن تستغل. أيوة بالأول بس هيك دخل أجوال بعدين بعد بشكل معرضين بضمن إثارة كبيرة من البداية. سنشاهد الآن ماذا سيحدث في هذه الدقائق. كل شيء يبشر حتى الآن بمباراة كبيرة بدون أي مفاجآت. ليفربول يسجل ويتقدم في النتيجة. الريدز كان في الموعد، يتقدم إلى الأمام في منطقة الجزاء، يفتك الكرة بامتياز. ليتس جو مع المعرقين هذلون. ليفربول يحاول استغلال الأطراف، نقل الكرة إلى محمد صلاح. يا الشوطة يتصدر عن المرمى صراحة بكل ما يمتلك من قوة. الله على هذه الإمكانيات، تحولت للفريق الخصم. فينالدوم يقطع الكرة في مكان خطير. تمركز كان خاطئ من المهاجم، وبالتالي حكم الرأي على الوجود. عن جد شكلهم معرقين هذلون يا شباب. تمريرة فيها من الذكاء الكبير حقيقة. حارس المرمى ينجح في التصدي. والله الحارس مشكلة عنده. لم يكن من المتوقع بأن تمر منه هذه الكرة. الوسط 18 من هندرسون. تطبيق قوي جدا للضغط العالي على الدفاع. ملعوبة إلى مو صلاح. رؤية ممتازة. نايس. مصلحة الليبر. نايس. لا تبكي. لا تبكي يا شباب، لا تبكي. الكرة المتقنة، لكن السؤال ماذا كان يفعل حارس المرمى؟ الكرة كان قاعد بيتفرج، تحملها بشكل واضح. ما عرف شو يسوي. بأن يغلق هذه المنطقة. إذا عودة للمباراة. لا الفريق كان مفكر صراحة صعب، بس طلع وفي شوية خطورة. يودا باو وصلنا الى السيمي فاينل في بطولة كأس الأبطال آسيويا. اليوم كل فريق يبحث عن استمرار مشاركة في هذه البطولة والحفاظ على فرصة بالتتويج من خلال التأهل للمباراة النهائية. كرة لساديو فيها خطورة. الله يا صلاح، يعني لازم ما تمر مباراة الا صراحة تسجل الهاتريك تبعيته. هذه اول جول. يلا ليتس جو. يعرف المرمى، لا يهدر هذه الكرة. ايزي مان ايزي. هذه كرات. الله عليك يا لعيب يا فنان. يا لعيب يا فنان. ألان كارفاليو. ريناتو أغوستو. ملعوبة إلى ريناتو أغوستو. الدفاع يقطع الطريق، يتصدى للتصويبة. توقع جيد في قطع الكرة. يا اخي ما اعطيت باس. فرصة هدف الآن. لم يتصرف بالكرة بشكل سليم. كان عليه نهاية الهجمة بشكل أفضل. المسافة كانت قريبة. مثل هذه الكرات كان ممكن يمزق الشباك، لا أن يهديها لحارس المرمى. ريناتو أغوستو. احنا في عنا ضغط ضاغطين عليهم يا شباب، ما عارف هم يتحركوا ويلعبوا في هذه اللحظات. افتك الكرة في المنطقة الخلفية. أيوة. ودفاع ممتاز. المساحة أمامه. نعطي ولا نسجل. فرصة متاحة. نسجل. كرة بترتد من الحارس لكن ما زالت في الملعب. يا حكم. ضربة حرة لمصلحة فريق الليفر. قد تكون كرة صعبة ومن مسافة بعيدة، لكن ممكن يحاول، ممكن يسدد باتجاه المرمى. تعامل ممتاز لحارس المرمى. صعب بعد صعب كرة بعد ما دربنا. شوف الثقة الكبيرة في مسك الكرة. والله صلى الله كنا نساويهم هيك طغري من دون ما نشوف حركات ولب بس ريناتو أغوستو. ألعاب الشوتر هذلون يا أخي شغلونا عن فيفا. ألان كارفاليو. مساحة موجودة على طرف الملعب. هنا في مكان خطير.
فان دايك يتدخل ويبعد العرضية. جميل الكرة البينية الله على النطرة، يضرب خط الدفاع، الحارس يمنع الكرة لكن الكرة ما تنسوي حركة من الحارس هذا يا أخي، والله هذا الحارس مرتدي يا شباب مرتدي. حلوة الكرة البينية خلف المدافعين، الدفاع يعترض الطريق، الحارس أيوة جيبة ويمسك بالكرة. ملعوبة إلى الصراع في الجناح، الكرة بتضيع من بوصلاح، كرة هدف أوفسايد يا شباب، انطلاقة متسرعة كانت نتيجتها تسلل وبالتالي لا خطورة. معقول خلص 3-0 بس يا شباب؟ لا مش معقول. ريناتو أغوستو يتدخل كيتا ويقطع الكرة، كرة بتضرب الخط الخلفي، كرة بتصل خلف الدفاع، ممتاز التقديم، لم تنتهي الخطورة. يلا بعد حارس المرمى ينجح في التصدي، حقيقة لم يكن من المتوقع بأن تمر منا هذه الكرة. هندرسون بيلعب للركنية إلى وسط المنطقة، لم يبعدها وما زالت الخطورة قائمة. الله على الفدائية من المدافع، شوف اعتراض الكرة الماضية إلى ساديو ماني عند القائم البعيد. يا سلام يا سلام، عن جد جول بالراس، خطير. كرة لا تخطئ المرمى أبدا يا ماني، يعرف القياسات. خلينا نشوف بس الإعادة، خطورة لهذا الهداف. يا الغدار، شوف والله غدار. وإنهاء جميل من كرة رأسية في المرمى، هدف في منتهى الروعة. أعتقد بأن هذه المباراة انتهت في شوطها الأول، لأن فارق الأهداف صار كبير في هذا اللقاء. يعني 4 مش كتير يا فارس. ريناتو أغوستو، الكرة تقترب من دفاعات الخصم، راية من الحكم في إشارة لتسلل. ماني ينطلق يتقدم بشكل رائع، الله على المرور، ادينا يا صلاح، الصلاح يا صلاح. لم يكتفوا بعد، لم يشبعوا بعد، مفتوح الشهية والخصم هو الضحية. شوف اللقطة، شوف الإعادة، شوف المرور بكل سهولة، أشعرنا كما لو كان مستوى في الملعب أمام مستوى. فاضي محمد صلاح. ناظر هسكان في هذه الكرة في الشباك من اللمسة الأولى، قدرتك رؤية رائعة لصنع الهدف، لقد قمت بتمرير. طب خلينا عم نقرأ يا أبو الشباب. لقطة بتمرير حاسمة بكرة بينية رائعة، من الجيد أن أشاهد تصيب المرمى من داخل المنطقة، من الجيد أن أشاهدك تصيب المرمى من الداخل. أحد لون مثل التعليقات والهي. المهم بعيلنا واحد على الهاتريك، إن شاء الله ما يطلع المدرب قبل ما خلص الهاتريك. انطلقت الشوط الثاني لمباراة السيمي فاينل لبطولة كأس الأبطال الآسيوية. الشوط الثاني راح يتحدد من يصل إلى المباراة النهائية، تنافس الحصول على هذا اللقب مهم جدا ومعنويا قبل بداية الموسم. قطع ممتاز للكرة قبل أن تصل الخصم. يا أخي ليش طلع صلاح؟ في عنا نكمل الهاتريك يا أبو الشباب. ماني، كرة بشكل جميل، حطها في مكان. حرام عليك يا مدير. يا لعيب. أي لعبة، أي نهاية، هدف في منتهى الروعة. Let's go. كم حتخلص هذه المباراة يا شباب؟ مباراة من طرف واحد، والنتيجة مشاهدينا متابعينا تدل وتؤشر على ذلك. ألان كارفاليو، كرة في وضعية هجومية. في آخر أخبار الميركاتو تؤكد أيضاً بانتقال لاعب جديد إلى المان سيتي. هالبينية في مكان سليم. ما زالت هناك خطورة. المرمى خالي والكرة في الطريق. يا أخي جول بسيط صراحة، ما في حركات، بدي جول بحركات.
كان واضح من البداية بأن الهجمة ستنتهي بهدف. لاعبين اثنين ينفردون بحارس المرمى وتمريرة رائعة، الكرة كانت في الشباك الخالية، يودعها مسجلا هذا الهدف بكل أريحية. الكرة مع الليفر، ممتاز توقع الكرة، شوف الكرة يستعيدها لفريق الآن. Let's go. الجول الثامن. ساديو ماني، فرصة والمساحة موجودة. أوه. ما يحدث مرتين يحدث للمرة الثالثة. أي شهية مفتوحة. هاتريك. والله الشباب جوعانين جوعانين، الجول جوعانين. الفريق اللي معانا يضبنا خلاص شكلهم راح يكون من الصعب تعويضه. يعرف كيف يمرر الكرة. بدنا مستوى، بدنا مستوى على نقلات الكرة، كيف يوزع اللعب في أرضية الملعب. يفقد الكرة، يملك تمريرات ساحرة، نظرة كاشف الملعب نادرا ما يخطأ. أنا عفان بعطيها رح مبكر، وبالتالي قرار الحكم أيضا بوجود تسلل. عمليات الأحماء من جانب البدلاء، واضح المدرب يفكر في شراء بديل في هذا التوقيت. بينية تضرب الدفاع من ماني، انطلاقة متسرعة. دخل مع أني أنا أعطيه أصلاً قبل ما هي. لا خطورة على المنافس. أما يدخل التسلل. نصف ساعة تفصل على سطرة نهاية المباراة. نصف ساعة من حامس لنا العشرة. ألان كارفاليو. الكرة بتروح. تبديل راح يكون في قادم اللحظات. Let's go, let's go, let's go. حلوة الكرة إلى الطرف. ساديو ماني في قلب ال 18. يحكم ضربة من اللمسة الأولى بس. يلا يا ماني، يلا معلش معلش. لكن هذه الكرة بتعدي، فرصة بتضيع. ألان كارفاليو. حلو التدخل واعتراض الكرة. تبديل متوقع الآن مع توقف اللعب. يا أخي أنا هذا أعطيته اللي هون، بس ما بعرف ليش هيك راحت لهناك. ألان كارفاليو، فرصة لإرسال كرة من عمق الملعب بكرة عرضية. ممكن الفريق يستغل الوضعية. ممكن 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 ممكن. المساحة أمامه في هذه اللحظات، ممكن يسجل الآن. أي هجمة وأي هدف. سلام. أي كرة مرتدة ميزانية. نوصل العشرة بقى شوي بقى شوي. نوصل العشرة. أي سرعة وأي مهارة في التحرك. أي انتقال من الدفاع إلى الهجوم. يا رباه يا الله. يا رباه يا الله. النتيجة عريضة أعزائي المشاهدين. شاهدنا فريق يسجل وفريق آخر يستقبل الأهداف بدون أي مفاجآت. الفريق اللي كان أقوى والفريق اللي أيضا مرشح لترجم أفضليته ويتقدم بفارق كبير في المباراة. يا شباب، تبديل منتظر في قادم اللحظات. بضيع الكرة. مين يا ترى؟ مين يا ترى اللي حيطلع؟ ساديو ماني يشكل خطورة بتقدمه. كرة للتسديد الآن. يا أخي حفوت فيها على الجول أصلاً، ما بعرف يا أخي ليش هيك. في هذه ما في متعة أبداً، ما في متعة. صح مفوت أهداف بس ما في متعة. تمركز سيء جدا من حارس المرمى، خروج غير مبرر. لاحظ اللاعب بذكاء كبير يلعبها ووضع الكرة في المرمى. قربنا من النهاية. المباراة تعتقد انتهت مسبقا لأن فارق النتيجة كبير جدا. يهرب بالكرة، مر فيها، انطلق فيها، راح. الكرة تعود من زاوية الملعب. كرة زاوية إلى العمق، تبعد الكرة من أماكن الخطورة. يعيد الكرة مرة أخرى. رمية تماس لليفر. طيب. بتروح الكرة من تياغو ألكانتارا. ما أعرف ليش ما دخل معنا. سجل المدرب تبديلا مع أول توقف للعب. الحكم يحتسب مخالفة وركلة حرة. شو اللي صار؟ في هذا المشهد الجمهور يحتفل من الآن لأن فريقهم اقترب من تحقيق الفوز. أجواء احتفالية غير عادية. ما أجمل ما أن شوي رجلك يا الشباب. على كتابة التاريخ. أنا أشهد أن الشباب تعبوا عندهم. شوف الاستحواذهم على الكرة، فارضين أسلوبهم، متحكمين في المباراة.
أعتقد في رأيي بأن المباراة انتهت بالفعل حتى قبل صفرة النهاية. لا يمكن أن يعود الفريق الخاسر في هذه اللحظات المتبقية من المباراة. تياغو ألكانتارا كسر الخط الخلفي بكرة بينية ممتازة. نايس. هدف لمصلحة الليفر. الله كفو أورجي. شوف إعادة الهدف، شوف البينية الجميلة للعبة، بعد ذلك الإنهاء المثالي للكرة بتسديدة مهارية في الشباك. هدف جميل بدون شك. ليتس جو. مباراة كنا نتمنى بأن تكون أكثر ندية. الفاينل بعده. تماما في هذا اللقاء. 6 دقائق فقط ويطلق الحكم صافرة النهاية. بس داي لازم دخل جول. مستوى خيالي يقدم الفريق في المباراة، سيطرة تامة على مجرياتها حتى الآن. ليفربول اليوم يقدم كل شيء في هذه المباراة. عن أي متعة نتحدث؟ ما شاهدناه من هذا الريدز اليوم، من مستوى، من أداء، من متعة، من قوة، من سيطرة، يجعل فرصة خطيرة الآن. لا هي مشكلة في المستوى، هي شباب في المستوى، لكن لم يتصرف بشكل سليم. ضاعت الكرة. هذه المواقف تحتاج إلى هدوء، إلى تركيز عالي للتعامل معها. ساديو ماني. ليفربول يهاجم والكرة في الشباك. بس كرة أرضية مستحيلة، لا يمكن التصدي لها. وضع الكرة في الشباك. No comments. المستوى اللي ضدنا يعني. نتيجة توضح لك حالة المباراة. شوف التفاوت الكبير في المستوى بين الفريقين في مباراة اليوم. صح، وأنا هيك عم أقول يا شباب. 3 دقائق لا أكثر كوقت مضاف. بس 3 دقائق ندخل فيها جول ما في مشكلة. تعب واضح عليه، والمدرب لازم يسحب الآن. فرصة خطيرة هنا. دفاع يتصدى والخطورة ما زالت قائمة. كرة من الحارس لكن ما زالت في الملعب. مدافع بيخلص الخطورة ويتصدى للتصويب الماضية. فرصة تتوالى مع ضربة ركنية أخرى. بيلعب للكرة الوسطى 18. كرة بتبعد من مناطق الخطر. خلينا شوطة يا أخي. الحلم يقترب. نايس. جيز. اوكي صلاح مدخل بس 2، كنا نسوي فيه الهاتريك. عنا ماني مدخل 2، كنا نسوي فيه هاتريك كمان. بعدين في عنا 1-2، هذا 2. لا ما في ولا واحد مدخل هاتريك. اوكي تقدم الفاينل، على الفاينل ضد انتر. لعبنا ضدهم اول مباراة نصف النهائي، اول ليفربول والانتر. It's easy man, it's easy. والله خلينا اغير الصعوبة، لانه الصعوبة الموجودة هون ما بعرف كيف بدي اغير الصعوبة. لعبنا بهدف مهنتي مركز. طيب نغير الصعوبة بعد هالمباراة. هاي الاخبار، هدف باريس سان جيرمان. والله يا أخي بيدفعوا فلوس. المهم إلى النهائي، إلى النهائي. طرفي لمركز التشكيلة، الأهداف، تعديل مهنتي، أهداف، ملخص مهنتك الحالي. أوكي خلينا نلعب المباراة الأخيرة بعدين بنشوف كيف نغير الصعوبة. التحكم بكل الفريق. الله يا ليسن. بالالوان. اوكي بالالوان. ايوه اينه من دون اسهم. اوكي والله بعيد ما لحقنا. alright let's go على الفاينل.
الفاينل الحين الخطير وامطار غزيره اهلا بكم مشاهدينا متابعينا الكرام في كل مكان. هذه اجواء حماسيه، نلتقي مع حضراتكم في مباراه نتمنى بان تكون بروعه هذه الاجواء. اخي هذا الكاس ليش شكله؟ فارس عوض من كابينه التعليق، واليوم لدينا المباراه النهائيه لهذه البطوله التحضيريه على بعد لحظات من الان. فريق ليفربول في مواجهه انتر، واجهناهم اول مره وجبناهم يا شباب، ما في خوف شيء. بدايه من الجماهير حتى أبداً. الاستضافه وجوده كره القدم فيها، وشيء يجب بان نشكر القائمين عليه. نفوت الهاتريك بصلاح اول الجيم عشان قبل ما يطلع اللاعب. كره اخيره للتقدم الان، ما في حدا معي يا اخي، وين العالم وين الشباب؟ يبعد هذه الكره، يبعد الخطوره. يا صلاح شو عم تسوي هون؟ كريستيان إريكسن، يتقدم بالكرة، فرصة خطيرة. اوه هي صعبة صعبة يا صعبة يا شباب. ضغط متقدم على الخصم. والله من أولها هم ضاغطين. شكلهم ضربوا كثير. فرصة الواحد على واحد الآن. شوت. واحد على واحد أمام حارس المرمى، لكن الكرة بتروح. شوف اللقطة، ما حافظ فيها على هدوءه، سدد الكرة، استعجل فيها بشكل غريب. هذه راحت الفرصة، واحدة من أخطر المحاولات. عرضية على القائم الثاني، تألق في إبعاد الكرة. كانت هناك شكوك كثيرة عن مدى إتقانه للعب في هذا المركز وكيف سيلعب في مركز غير معتاد عليه، لكن استطاع أن يتكيف بشكل سريع وأثبت قدراته على أن يستطيع أن يتعامل مع الفريق في أكثر من مركز. من هو؟ لم يدخر أي مجهود لفريقه، قدم كل ما لديه. نايس في الأول نايس. في المباراة هدف في الدقائق الأولى، يشعل الأجواء، الله الله يا عبد الله. على كل الاحتمالات فتحت جهية الشباب، هدف الآن. بس مطر مطر يا أخي مطر، راح يزيد الحمار. والله هندرسون خطير على البداية. إذا أول أهداف هذه المباراة مشاهدينا متابعينا، النتيجة 1-0 الآن. احنا هلا يعني ما عم نكسر انتر يهاجم الان. قراءة رائعة للكرة والدفاع في الوقت المناسب. لوتارو مارتينيز تدخل على الكرة يا حكم. يحتسب خطأ في مكان خطير. حكم شو ال كرة مناسبة جدا عند كريستيان إريكسن في هذه اللحظات، عنده قدرات ممتازة. يا سلام على تنفيذ الكرة الثابتة. كانت قريبة والله، والله كون صريح كانت قريبة. كم ممكن هدف، مرت الكرة، والله كان ممكن صراحة. عدت اللقطة الماضية، الله على الكرة، بس عدت على خير. لينية مثالية خلف المدافعين. أوه. هدف محقق، لكن هاندانوفيتش موجود هنا في الموعد، تصدي استثنائي. هندرسون بيلعب للركنية الى وسط المنطقة. لا لا لا، ليفربول يحاول استغلال الاطراف. كرة بتصل الى صلاح على طرف الملعب، ملعوبة الى مو صلاح. يا حكم حارس المرمى في التقاط الكرة. يا اخي والله عم يكعبلوه ويوقعوه. كريستيان إريكسن، مارسيلو بروزوفيتش، ساديو ماني. وضعية اختلفت، اصبح الفريق الكرة فيها خطورة. الله يا صلاح، الله يا صلاح. هداية هيك على الصدر وضرب، والله كفو 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 كفو. لا مش على الطاير، هيك هديتها وضربتها صح. ايه يعني مع الطاير من دون ما تدور على الارض، بس مش نشوف الاعاده والهدف. والله كفو 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 كفو. اللاعب في مكان لا يمكن ان ترتكب فيه اي اخطاء، لا مجال للتصحيح، لا مجال للتصحيح يا ابو الشباب ابدا، خصوصي مع صلاح. هدف يوسع الفارق مشاهدينا، النتيجه الان هدفين مقابل لا شيء. نحن لا نقبل بهدفين فقط صراحه. فرصه لارسال كره عرضيه، مارسيلو بروزوفيتش، كريستيان إريكسون. كرة موجودة مع لوكاكو، ممكن هجمة مرتدة. يلا 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 يا صلاح، يلا يا صلاح، يلا لك. يهرب الكرة، مر فيها، انطلق فيها. يا الهاتريك،
كره مرتده مثاليه وصلنا على الهاتريك صح كل شيء كان فيها حسب الخطه التحرك نقل الكره استغلال المساحه الكره وجدت طريقها الى المرمى الله على هذه الكره ثلاثية ثقيلة الآن هدف ثالث يوسع الفارق في هذا اللقاء بعد واحد هندرسون واثنين صلاح بعد في واحد لحتى نوصل الهاتريك يستعيد الكرة بدون ارتكاب خطأ خطأ لمصلحة ليفربول يا حكم عادين عم يكسروا فينا ويضربوا فينا يا حكم تمرير على طرف الملعب المساحة أمامه لإرسال كرة عرضية حارس يذهب للإمساك بالكرة كرة بيض ما زبطت معنا يتدخل هنا ويستعيد الكرة المشكلة صلاح كان بالتسلل عشان هيك ما قدرت أعطي ناينجولان تدخل لطيف يفتك الكرة بدون أخطاء يلا يلا يا صلاح يلا يا صلاح تروح روح فاز سجل هاتريك قبل ما يطلعك المدير الزق يا اخي شتت انا ما اعطيتها لفوق شتت ما مشيت فيها لفوق شجاعه كبيره افتكاك الكره شجاعة تطلع بوش صلاح من هجمه خطيره ميلان سكرينيار ليفربول يفقد الكره كيف مرق له اياها ميلان سكرينيار طيب يا شباب استقطعوا الكرة خذوها مو بس تمشوا تقطعوها تمشوا بينية تكسر الخط الخلفي جميل الكرة البينية اوفسايد على النطرة تسديدة جيدة بس في اوفسايد انا عارف ان في اوفسايد ولا شو كرة كانت قريبة جدا لكن يبعدها الوسط 18 من هندرسون ضربة ركنية تتنفذ والحارس بيخلصها بدنا ندرب على حركات الركنيات يا شباب وكم حركة تانية فريق انتر يخسر الكرة الآن فيرمينو يتراجع من أجل الكرة استغلال جيد للمساحات من انتر أوفي السرعة أوفي السرعة إمكانية الكرة العرضية فدائية كبيرة في هذه اللقطة شوف اعتراض الكرة انتر يفقد الكرة دقيقة واحدة كوقت بدل ضايع الآن تأتي فرصة لهجوم مرتد وإيقاف الكرة والفرصة بتضيع كرة مرتدة كان ممكن تشكل خطورة والله مع أني أنا أعطيتها أصلا لصلاح بس في شوط أول مثالي نجح الفريق في فرض أسلوبه سيطر شكل المدرب حيطلع صلاح الحين أداء اللاعب حاول تمرير الكرة بدلا من إهداء الاستحواذ للخصم معه بس ثلاث شوطات أي واحدة هي كانت حاول تمرير الكرة بدلا من إهداء الاستحواذ للخصم ما بعرف خلينا نشوف يمكن وقت قطعوا التمريرة تبعنا anyway شكرا يا المدرب على الملاحظات بس نحاول نكون أفضل وتأخر إنتر في النتيجة هلا سجل لك الهاتريك عم تعطيني هالملاحظات السيئة هاي اعطينا شي ملاحظة حلوة يا اخي good luck well played وشكله طلع اصلا لا عليك وليكو صلاح فوق صلاح فوق روبرتو فيرمينو جو جو يا صلاح جو جو الهاتريك محمد صلاح ينطلق بالكرة بثقة كبيرة باستوني فابينيو الكرة مع فابينيو تحرك برشلونة بشكل ممتاز في السوق ونجح في جلب هدفه إلى صفوف الفريق فترة الانتقالات فرصة للأندية للحصول على أفضل تشكيلة ممكنة محاولة أيضا تغيير بعض اللاعبين الأجانب محاولة تدعيم الصفوف محاولة أيضا تغيير مسار الفريق تسديدة قوية على المرمى لكن راحت بعيدة لأن لم يضع فيها أي تركيز طلع على صلاح والله حرام عليك يا مدير خرجت بدون خطورة تغيير الآن في صفوف الفريق
تمريرة ممتازة إلى الطرف. يلا يا مني، يلا ما سجلت أنت. كرة لساديو فيها خطورة. يا أخي إيزي إيزي. الكرة في المرمى تحرك الشباك، تحرك المدرجات. الله على اللقطة. هذا الجيم ما في نفس صراحة يا شباب، ما حاسوا إنه مستمتع فيه. ما في 10 أقوال 8 أقوال هدلون وينهم؟ هلا 4. المدرب يدفع بلعب بديل في اللحظات المقبلة. مهارة في التمرير غير عادية، ويظهر ذلك أيضا في مباراة اليوم. بتروح الكرة للخصم من جانب ساديو ماني. هجوم من الإنتر. ما في دفاع إلى رمية تماس. يغادر الملعب الآن بعد أن قدم كل ما لديه. والله هندرسون كافي الملعب. قدم مباراة رائعة وأعطى الفريق كل ما لديه، والآن يغادر الملعب وسط تحية الجماهير. يستاهل يستاهل يا أخي، لازم يريح شوي. كرة بتقطع بعد عمل جيد حقيقة. فرصة خطيرة لنايكولان. أوهو ضاعت الفرصة. تسديدة قوية مرت قريبة من المرمى، كانت تحتاج إلى دقة أكثر في اللقطة الماضية من هذا المكان القريب. لابد أن تستغل هذه الكرة. يعرف كيف يقرأ الملعب بشكل مميز. شباب. أشرف حكيمي. الكرة الآن مع الفريق الخصم. ليتس جو يا ماني، ليتس جو. انت معلم. من خلالها ماني على الأطراف. نتعلم. نجرب نشوت. والآن تخرج إلى ضربة ركنية. تنفيذ الضربة ركنية في وسط منطقة الجزاء. كرة لم تحمل أي جديد في النهاية. نرجع ندرب شوي على الركنيات. راح نشوف تغيير في الوقت القادم من المباراة. فرصة للهجمة المرتدة الآن. نقل الكرة لازم يكون بشكل أسرع لاستغلال الكرة المرتدة. فريق إنتر يخسر الكرة الآن. Let's go. لا 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 لا. وكرة مقطوعة. ثلث ساعة فقط تفصل عن نهاية المباراة. إنتر يفقد الكرة. أوفسايد. حكم يطلق صفيرة تام معلنا وجود حالة تسلل. مكانك يا أخي قبل ما تفوت على الأوفسايد. واضح المدربين الآن يبحثون عن تغيير في أرضية الملعب، تغييرات في نفس التوقيت. كم تغيير عندهم؟ بدنا نحط 3 تغييرات بس يا شباب. فريق إنتر يخسر الكرة الآن. هجوم من الليفر، يتقدم بالكرة، فرصة خطيرة. يا حركاتك يا حركاتك يا لعيب يا لعيب يا لعيب. أي لعبة، أي نهاية، هدف في منتهى الروعة. المباراة حسمت بالفعل، لم يعد علينا أن ننتظر صفرة نهاية لنتعرف من الفائز ومن الخاسر. الوقت المتبقي غير كافي للتعويض أبدا. تغيير الوضع الآن، بدأ الفريق يستحوذ على الكرة وأصبحوا المسيطر. طب ما تفوت، طب شو عم تستنى يا أخي؟ والله شو عم تستنى يا صاحبي. هنا في مكان خطير. أي مباراة اليوم يقدمها هذا اللاعب بالذات دفاعيا، تدخل آخر قوي يستعيد من خلال الكرة. فرصة الآن لهجوم معاكس وكرة مرتدة قد تشكل خطورة. يا رب، فرصة ضاعت. التوفيق في اللقطة الماضية. شوف الباكورد، شوف المهارة، كل شيء كان حلو إلا النهاية. مستحيل الكرة الماضية. 9 دقائق متبقية من عمر المباراة. تياغو ألكانتارا يتدخل ويقطع الكرة. ليفربول يهاجم. واو. مرونة كبيرة من هاندانوفيتش.
بيلعب للكرة الوسط 18 ابعاد للكرة تدخل في توقيت مثالي لابعاد الخطر ديوكو خوتا يترك المدافع خلفه يتقدم فيها الى الامام توقع جيد في قطع الكرة كرة بالخطأ الحكم يتيح الفرصة أمام ليفربول يا أخي ما ضربه على رجله ضاعت الفرصة على الفريق قرر أن يسدد وكانت الكرة بعيدة كان ممكن يركز فيها أو يعتمد على بناء الهجمة المنظمة بيضيع الوقت عشان ما يفوت فيه أهداف ثانية يوصل اللاعب منع كرات الخصم شوف يستعيد هذه الكرة ويخلصها بشكل تعبوا سليم تعبوا يا شباب تعبوا صراحة تعبوا وما أدري إني كمل مع الفريق هذا بس من سوى جول ثاني بعد رائعة في قراءة الخصم سعادة كبيرة بعد صفرة الحكم معلنة الفوز بكأس الأبطال الآسيوية بطولة مهمة قبل انطلاقة الموسم تعطي المدرب واللاعبين المزيد من الثقة والمؤشرات عن جاهزية فريق للموسم الجديد وما هي الطريقة التي سيتبعها ويتبعها معهم أثناء الموسم Let's go, let's go Nice, nice الآن صورة الأبطال الصورة التي ستظل في الأذهان الصورة التي ستبقى في التاريخ الصورة صلاح. التي ستحفر مع كأس البطولة على مر السنوات ليش ما عارف جنب الكأس يا أخي ليش ما ماسكه أوكي نايس تقدم ليتس جو طبعا صلاح جاب 2 هرنسون 1 تقدم تهانينا 5-0 نصف النهائي كأس الأبطال كوريا الجنوبية هل أكيد يكون جاينا إشعارات ولا ما في هلأ فينا نساوي تطور اللاعب بس خلينا نشوف ليس هناك إشعارات الأهداف تعديل اللاعب مهنتي طلب انتقال الاعتزال أيوة بعد بدري على الاعتزال يا شباب الترتيب Wait, what is this? النهائي ليفربول مع أرسنال FA Community Shield إنجلترا أيوة طيب خلينا نشوف امتى حتكون المباراة الجديدة طيب كيف بدنا نسوي لهم سكيب لهدلهم كلهم ايوه لحاله الاحد اوغست 22 طبعا هي حتكون بين ليفربول والارسنال بس يا شباب ما بدنا نطول عليكم بهذا المقطع اوريدي لعبنا مباريتين اليوم ان شاء الله تكونوا استمتعتوا ان شاء الله المقطع الجاي بحاول اني اسرع والعب المباراه بسرعه
لا تنسونا بالإعجاب والاشتراك يا شباب بالقناة لو مو مشتركين. أهلا وسهلا فيكم، وإن شاء الله تكون عم تعجبكم المقاطع. ولو عندكم أي استفسارات أي أسئلة على فيفا 21 يا ريت تكتبوا لي تحت في التعليقات. أتمنى أنكم استمتعتوا اليوم، وإن شاء الله بنشوفكم بمقطع جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.